يمشي بصمة. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. بحكي لي كان قصي اعلي صوتي، قصدي عشان هيك قررت صوتي، قصدي اعلي صوتي. شو اخباركم اليوم؟ جاهزين مع واي المتجمد في حلقه جديده مع واي على الهواء، بس اليوم مميز لانه معنا اصدقاء. شوفونا، هاي. بما انه حل الخريف وخلص الصيف على خير، قررت اعمل اشي من الصيف كنتوا تسووه ونفهمه. متجمد وتعملوا اشياء من الصيف اشي بحير، بس هلا رح نكتشفه في الحلقة. بس بدي اتعرف، مين معنا لليوم؟ احكولي مين معنا؟ مين معنا لليوم؟ مين معنا يا قصي لليوم؟ بس ما حدا اجي. ما حدا؟ اوكي نستنى شوية. شو اخباركم؟ الحمد لله. هو عبارة عن خازن نيتروجين بس بحالته السائلة، درجة حرارته 196 تحت الصفر، يعني هو أبرد فعليا للقطب الجنوبي. رح نشوف شو رح يصير، بس نستنى لشوي نبلش ولا لا؟ أي أحلام بتسلم عليكم وتحكي لك مبسوطة. أهلا وسهلا بأحلام. فراس كمان موجود معنا. اهلا وسهلا بفراس. والما كمان معنا. اهلا وسهلا بالما. كيفك يا الما؟ شو اخبارك؟ بنقدر نبلش هيدا واي؟ نبلش؟ اوكي. حلنا اللي رح اعمله، رح احط اشياء مختلفة بدنا تجي سهلة. هو عبارة عن المادة المفضلة. بتعرفوا ماشي شو مفضل عندكم؟ في شيء بشهر الطفل العربي، وفي عنا برنامج كتير محمس، وزورونا لأنه في كتير أنشطة. وواي بشهر الطفل العربي عم بيحكي عن الاحتباس الحراري عشان مستقبلكم، عشان تعيشوا لقدام بيئة آمنة. فبنصحكم، عشان هيك رح أسألهم شو الإشي اللي بحبوه وشو شعورهم بالتجاه الأكل. طب شو بتشوفي أكل؟ شو بتحسي جوع؟ أوكي. مين كمان في إشي هيك بتحبوه كتير؟ اللعب. الحيوانات. طب لما تشوفوا حيوانات شو بتحسوا؟ ايش احساسكم؟ سو كيوت. بتحسي انك انت مبسوطه من جوا؟ انتوا بتعرفوا انه انا بس اسمع انه في عندنا نيتروجين سائل وانه الجره عبوها بطير اكل الفرح. لان بسوي فيها تجارب كثير حلوه. هلا رح افاجئكم واحدة من التجارب، رح احط اشياء متنوعه جوا. رح نجدد الشغلات باستخدام الهجين السائل، لأنه زي ما حكينا كتير 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 بارد. يا أول إشي رح نصب الهجين السائل هون ونشوف شو رح يصير. طبعا هو بتبخر عند درجة حرارة الغرفة. بحكي لي، مين بحكي لي شو متوقع يصير؟ جمر. جمر؟
ليك فجرب خلونا نشوف بعض. أنا عم بحطه في نيتروجين سائل. طبعاً أنا لابسة قفازات خاصة بنيتروجين السائل. عشان هيك هاي قفازات ما عم بوصل نيتروجين سائل حرارته لكتير. لا. وين راحوا؟ شو عم بيصير؟ جهة بتجمد. عم بتجمد. شو صار بحجم البالون؟ طب كان هالقد كبير؟ لا عم بيصغر. مفروض يصغر كمان كمان. طب لو طلعت هون هاي الجهة بين تتجمد. هلا هاي الكفه وهلا رح نحط هاي الكفه اللي جواتها صار ثلج، تحولت الماده من الحاله السائله للصلب، سحبنا منها طاقه، جزيئاتها قربوا على بعض. هذه فيها ثلج،
لو انا مسكتها اي اصبع من الثلج، اصبع من الثلج هيو شو عم بيصير؟ شايفينه؟ غرقت ولا لا؟ ما غرق. طب ليه؟ قلت لي ايش اسمك؟ اوس. قلت لي انه كثافة الثلج فعليا شو مالها؟ ايه؟ اخف هي. فعليا اخف، شايفين؟ وهذا اللي بصير عندكم لما كنتوا تحطوا ثلج بالعصير، مع انه نحن سحبنا طاقه فالمفروض ان جزيئاتها قربت من بعض، صح ولا لا؟ بس اللي بصير بالميه مختلف عن كثير اشياء. هلا رح افرجيكم شو بصير بالميه، بس قبل ما افرجيكم بكل شو بصير بالميه عندي انا ورد. هذا الورد برضه رح احطه بالنيتروجين السائل وشو رح يصير. نيتروجين السائل واجساد نيتروجين السائل هو قلنا فيه بجمد الماء. كل شيء حي حوالينا فيه ماء، اجسادنا فيه ماء، الورد فيه ماء، الحيوانات اللي بنعينهم فيه ماء، كل شيء حي ربنا حط فيه ماء، مزبوط ولا لا؟ هلا بدي اشوف شو بصير بالورد لما احطه بالنيتروجين السائل، بس قبل خليني البس عده الامان. بقول لك اذا بتضلها هيك حتنفجر. خلينا نشوف. لازم نسكب شوية نيتروجين اكثر من هيك. خليني اسكب نيتروجين كمان. نشوف.
وحده. فعليا شو صار هون؟ انفجرت. انفجرت. طب ليش سيد واي انفجرت؟ ليش انفجرت؟ حكيت ليش انفجرت؟ لأنه زاد حجمها. المية قلنا إنه هي خارقة. دائما كان عندنا ما بعرف إذا ذكرت بشهر ثلاثة كان عندنا واي والمياه، وكنا نحكي قديه المي خارقة. المي لما تتجمد تتحول من الحالة السائلة للحالة الصلبة، بصير تجمد، عم تاخذ شكل الكريستالات، بلورة عم بصير، فهذا التبلور بسمح لها تشكل أشكال حلوة، فبصير جزيئاتها فعليا متباعدة أكثر من وهي بالحالة السائلة، فبزيد حجمها. وبما انه نفس كمية المية فهو الحجم زاد، عشان هيك شو صار؟ صارت اخف زي ما شفنا هون بخرت. ممكن نحط هاي نشوف شو بصير زي هيك، عشان هيك هي بتطفو على سطح المي. عشان هيك بس تشرب عصير السفية جاية، هذا صار في برد. كل ما تحطوا ثلج بالكاسة تذكروا انه كثافتها اقل، وهيك بكون نحن خلصنا تجارب اليوم. انا كنت حابه حد سلحوفه، بس هي مش هذه سلحوفه، حطيت بناتجين ساعه وشوف شو بصير. احنا حطينا غاز بلالين، حطينا وهلا عبين ما سلحوفه تتجمد احكوا لي اذا اي حدا عنده سؤال. خلص ما رح اجمد كثير اوصل. حدا عنده سؤال؟ حدا زعلان على سلحوفة؟ حدا زعلان على سلحوفة؟ سلحوفة ما جمدت. مع جمهورنا، حدا عنده سؤال مع سلحوفة المتجمدة؟ في حدا عنده سؤال؟ طيب سؤالي لليوم، أنا عندي سؤال. اللي بيحضر هذا السؤال رح يربح معنا 5 تذاكر. سؤال: ليش الثلج يطفو على سطح الماء؟ ابعثوا لنا الاجوبه او جاوبوها هون، والحلقه الجاي من اول جمعه من كل شهر رح نعلن على الفائز. في اي سؤال؟ مين حاب يجاوب؟ جاوبوا. برافو. إذا بتحضروا أفلام علمية بنلاحظ إنه كتل ثلج كبيرة طافية على سطح المحيط. نحكي باي. بشوفكم الجمعة، أول جمعة من كل شهر. باي.